شكرا لمعلقنا المتميز الكابتن محمد عفيفي. بعد خماسية الزمالك الأهلي يتقدم أيضا بخماسية في أولى تجاربه الودية أمام منية سمنود. الأهلي يتقدم في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب كريم فؤاد، في الدقيقة 9 يضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي أحمد عبد القادر، وفي الدقيقة 19 يضيف أيضا حسام حسن الهدف الثالث للنادي الأهلي، ويضيف محمد طاهر الهدف الرابع للنادي الأهلي في الدقيقة 30، ويختتم الشوط الأول بالخماسية محمود كهربا. نطمن أيضا كل جمهور النادي الأهلي على عمار حمدي، الحمد لله كدمة بسيطة في ساق الرجل، إن شاء الله يعني خلال يوم أو يومين نرجع للتدريبات مرة أخرى. نروح لفاصل، وبعد الفاصل التحليل الفني مع ضيوف الأهلي الكبار. أهلا بحضراتكم من جديد، بجدد تحية بضيوفي الكرام. كابتن شريف، ما شاء الله شوط أكثر من رائع لاعبي النادي الأهلي، مباراة جيدة، التجربة الشوط الأول تجربة مفيدة. وكأن اللاعبين كانوا بيسمعونا وإحنا بنتكلم في قبل المباراة. مقدار كل اللاعبين الموجودين الحقيقة وضحت في شخصية الأهداف اللي جت. كلموا الكباتن عن كريم فؤاد بشكل جيد جدا، كأنه بيسمع الكباتن عايزين منه. كأنه معانا في الاستوديو تحليل المباراة. راجل بيلعب حر ومتحرر في الملعب كله، بيوصل ان هو بيبقى جنب حسام حسن بياخد العرضيات من حسين الشحات ويحرز اول هدف. احمد عبد القادر نفس الشكل اللي احنا اتكلمنا عنه، انه لعيب واعد جدا عنده من الكوره والشخصيه، بيترجم في هدف جابه جميل جدا بشكل في كوره في امتاع في كل شيء. فاللعيبه زي ما احنا قلنا تجربه مهمه جدا. تجربه مهمه جدا. قلت لك بالنسبه لهم بياخدوا الثقه فيها والكلام ده، وبالنسبه للمدير الفني بياخد رؤيه الاستعانه اللي هتبقى موجوده في الفتره اللي بعدها. ف هنتكلم طبعا على طاهر وكهربا وحسام حسن، محتاجين كانوا الشكل المعنوي والشكل النفسي ده، كملوا بقى بالبدني ويكملوا بالاصرار وبالشكل، عشان العلاقه بين المدير الفني واللاعب هو الملعب. العلاقه بيني انا وبين اللاعب الملعب، العلاقه بين الجماهير واللاعب الملعب. العلاقه بين الجماهير والمدير الفني النتائج، انما اللاعب هو اللي بيوصلني للنتائج وبيوصلني لكل ده. كابتن اسامه، جديه من لاعبي النادي الاهلي من اول ثانيه في المباراه. اول ثانيه كريم فؤاد بيحرز الهدف الاول، لكن شكل اللعيبه ما شاء الله حلو النهارده. ده حقيقه، يعني احنا اتكلمنا وانت سالتني السؤال ده في بدايه المباراه، انه هل اللعيبه تاخد المباريات دي بجديه ولا لا، او يعني طبيعي. قلت لك لازم ياخدوا الموضوع بجديه، لان المدير الفني ممكن بيغير رايه في ثانيه، وممكن ماتش زي ده يعيد قناعات مستر موسيماني ببعض اللعيبه او بعض مراكز اللعيبه او ادائه، او انه يبقى عنده اصرار ان يشاركه لانه بيأدي بجديه. وفعلا ده باين على معظم اللعيبه اللي في الملعب، اذا ما كانش كلهم. مستر موسيماني مثبت طريقه 3 4 3 ومثبت هاني للداخل. احنا كنا في البدايه فاكرين انه بيلعب 4 2 3 1، لكن طلع واضح انه ياسر ورامي بينهم، وهاني يمين وياسر شمال، ومد حريه جامده جدا لكريم فؤاد وحسين الشحات، اللي هم يمكن اكتر اتنين ظهروا في الشوط الاولاني بصناعه لعب، احراز اهداف من كريم فؤاد من متابعه لحسين الشحات، وصلوا كتير قوي للخطوط، بيأدوا بشكل كويس، وكان حاطط عمار حمدي وعبد القادر في النص ووليد سليمان وطاهر تحت حسام حسن. اللعيبه كلها بتأدي بجديه، وجابوا 5 اهداف حلوه جدا. ولما نيجي بقى نحلل الاجوان في بعد المباراه، يعني جون طاهر كمان اكتر من رائع اللي عمله بالشمال، لكن كل الاهداف جميله، ومجموعه حتى المدافعين بيلعبوا بشكل كويس. مصطفى شوبير جاله اختبار طلع كويس قوي خده، لكن الهدف لم يسأل، يعني لا يسأل عنه، لانها دربكه وفي نص يعني متشطه صعبه وخبطت في المدافع خبطت في هاني ورجعت للراجل جوه 6 يارده، كانت صعبه عليه. لكن الشكل العام ان في جديه واداء، يعني في قناعه ان المدير الفني ما عملش الماتش ده هباء، يعني في ناس بتطلع كل اللي جواها، فدي حاجه مهمه يعني. تمام كابتن عادل، مكاسب الشوط الاول ايه من وجهه نظرك؟ يعني لو خدنا من البدايه مصطفى شوبير، يعني لعب برجله كويس، عجبني النهارده قوي، لان انا بشوف طريقه اللعب الجديده اللي هي اللعب بالرجل اهم حاجه عند الحارس المرمى. هارد لك في الجون اللي دخل، لانه مش ما يسالش عليها، كرة قلشت وراحت، حظ يعني. المكسب الثاني الاهداف اللي جابها، اول حاجه كريم فؤاد بطريقه لعبه، انه اتكلمنا قبل الاستوديو على كريم فؤاد وهو بيتحرك بسلاسه.
يعني هو بيلعب طرف شمال. شفت راح فين في الهدف؟ اه جوه الجون هو. راح جاب الجون الاولاني ودي حاجه تحسب له يعني. الحاجه الثانيه المهمه طاهر برضو الهدف بتاع طاهر هدف كويس يديله ثقه تاني، حتى كهربا ياخد ثقه. يعني اللعيبه عبد القادر برضو الهدف ده يديله ثقه تاني، لان عبد القادر افتكر انه لما هياخد الايام الجايه هيعجب الناس قوي. واحنا ممكن هو عجبنا كلنا، هو لعيب كبير يعني ومكسب كبير. ولكن المكاسب النهارده عديده وكثيره. وليد سليمان النهارده خد نفس وخد لعب علشان تحتاجه في يبقى احتياطي قفء عندك، ينزل للمباريات الرسميه يقدر يكسبك موجه ثانيه من المكسب. دي حاجه كويسه قوي. المباراه فيها مكاسب، وفي نفس الوقت يعني الخساره الوحيده كانت عمار حمدي بس الاصابه، وان شاء الله تبقى خفيفه. ومنا فاروق صلاح الاصابه في وما فيهاش مشكله، لان في عصبه الرجل والحمد لله بسيطه، لان احنا محتاجين عمار الفتره القادمه. ان شاء الله. كابتن بلال عايز اسالك سؤال بس مش فني، سؤال شخصي يعني. لو رجعت تاني للزمن لا 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 النهارده الشوط الاول النتيجه 5-1، حكم المباراه ممكن يحتوي لاعب مين يتسلم الشوط الثاني ولا لا؟ احنا عايزين نقوم ناخد السيلفي بتاع الخمسه. قول لي بس حكم عشان ده كان ترند المره اللي فاتت. لا انا بسالك ده حكم مباراه النتيجه خلصانه 5-1، هل ممكن الحكم النهارده يتكلم المساعدين بتوعه لا يحتوي لعيب مين يتسلم يخرج المباراه كده؟ لا ولا الحكم هيقوم بدوره الطبيعي العدل وتحقيق العداله في الملعب فقط؟ لا ده وقت اداره الماتش مش وقت القرارات. تمام. هو هيدير الماتش دلوقتي الحكم طبيعه الحال. لما النتيجه توصل 5 لازم نحط بند في اللائحه، اول ما توصل 5 يبقى وقت الاداره مش وقت القرارات. فانا اعتقد ان الشوط الثاني هيدير الماتش مش هياخد قرارات. يعني هيحتوي لعيبه من التسامنود اكيد. طيب عشان لعيب الفريقين دلوقتي نزلوا ارض الملعب، نروح لفاصل، وبعد الفاصل معلقنا المتميز الكابتن محمد عفيفي، ونشوف حضراتكم بعد نهايه المباراه ان شاء الله.